الله 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 يا خالق البشري صلي وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي يا ذا الجلال اجب فين يجري على لساني وفي قلبي بلا تكاري اليك واجعل رجائي غير منحسري الله 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 يا خالق البشري صلي وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك عليه لا تنفاح بها العبير من نحوهم تجعلنا في كلبها بدأت باسمك يا الله يا سمد مستعينا به لما جاءني مدد يا رب صل على من اسمه احمد صلاة ليس لها حد ولا عدد فسد عليك سيب الغيث والمطاري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة صاح بها العبير من نحوهم تجعلنا في كل الدارين من حزبهم عليهم ما غنى اهل الحب في مدحهم وآل وصحب سادات أجمعهم والمسلمين عد الآيات والصور اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تبلغ فوق ما نأمله نحظى كل ما نشاء ونظلمه ونشتفي كل الدعاء ونشتفي كل الداء زاد ما لمؤه عد المخلوق على الأراضي مسكنه وعد شيء تراه العين بالنظر اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تخطح صلاة تغسل عن قلوبنا كبيرة تكشف عنا من الوسواس قد أثارا تزرع فيها بكل خير استمارا عد النجوم السماء والنبات انتارا على التراب مع الأحجار والمزاري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يرى بها الرحمن من يقف في باب خاتم الرسل خير من يعرف بأن يأتي فرجا من الأضاء يشيف وعد ما خلق الرحمن يختنف من الأنواع واللون فيه من فكاري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يجمع الله خيرا للكرامة يعم فتحا على الأحباب والعلماء حتى يبلغهم إلى جزيل النعمة وعد ما في سبع الأراضي أو في السماء من الأملاك وكل الجن والبشري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة من جملة الأعداء بها يكسر ويرفع الله عنا كل من يكسر ولا ينبغي منهم عن بلادنا نفر عد الحيوان في بلاد منتشر وعد ما جعل الإله في الأبحر اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة نحظى من الأوار والمدعذ ونشتفي كل دايك حل في كبذي بها نفوز يوم المخوف والمشعذ عد النفوس وعد روحها في جسدي وعد ما نفق اللسان من خبري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يرحم الله عبدا اختبارا وذاق من الثمرات حزن حيث صار يعفو بها من كل الظروف والعثارا عد السباع والطير كلهم وصارا عد النواجذ والأسنان مع بصوري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يدخلنا حسن النجاة أبد يأخذ عنا من الشيطان ذي الممرض بها الرحمن يجيب دعوتي لا يؤرد وعد من في بيت الحرام بعث وأخذ سعى ورماه بالأحجار في الجمهور اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يجبر الله عنا فيكون مثل الرماد لا أثر وعد ماء البحار والأنهار جأرا من كل سجن بإذن الله والقدر اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يجمع شملنا على ملاتي يغذى بها من كل الأبار في سرعتي يكشف عن جملة الأحباب من نغمة عد الحساء وعد الحبوب من ذرة عد الرمال وعد الريش والشعاري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يخرجنا بها عن شبكي يعم بأسا وعد ما في بيت المعمور من ملاك يطوف في كل وقت غير منحسر اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترحمنا بها يا رب الورى تعم عافية الأبدان للفقراء تحرس من الشيطان هاقد خسيرا وعد ما في الكتاب من حروف تارا وعد ما هزرت الأرياح من شجري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تكفي بها عن الفقير يبكي من العداء ما له سواك من مدرك ثم عليه من الأطباء في نسوك عد الجراد وعد نمل والسمك عد الدواب وعد شوف والوباري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تبزمنا بها على حبه تجعلنا في كلا الدارين من قربه الله نخلي من افتخار في فضله وصل يا رب ضعف ما ذكرت به على النبي المختار نعمة البشري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تبزمنا بها على حبه تجعلنا
فجعلنا فيك للدارين من قربه الله نخلي من افتخار في فضله وصل يا ربي بعث ما ذكرت به على النبي المختار نعمة البشر الله صل وسلم وبارك عليه فلا تم يحظى ويستريح من حبهم فإن الله يعطيه خير ما عندهم ينالها ينال بالوصل والأسرار من ذكرهم بسائر الأولياء ينال بالوصل والأسرار من ذكرهم بسائر الأولياء فيها ها صلاة يحظى ويستريح من حبهم فإن الله يعطيه خير ما عندهم ينال بالوصل ها ينال بالوصل حتى يرى وجههم والآل والصحب ثم تابعين لهم والمسلمين من الصغار والكبار اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي خذ واحبسا قوما يؤذيه الإذا دمر ومرزق واجعلهم بكية نخدا الله يرى كلهم نوما ولا في يقظى يا مالك الملك يا معين عند الأعضاء يا منجدا للغريق كان في الخطر اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي ارحم لعبدك الحقير محترقا بذنبه اتي لهيب النار مستحقا برحمتي منك فجدها برحمتي فجد لها برحمتها برحمتي منك فجد له ملحيظا أنت المجيب لمن دعاك مستحرقا أجب دعائي وجد لي منك بالوطاري اللهم صل وسلم وبارك عليه فاستر عيوبا لنا يا خير من سترى وفرج عنا سريعا كل ما عسرى فأعطنا منك بالوصال والمغفرة بحرمة المصطفى المختار خير الورى به سألناك عفو الذنب والوزاري اللهم صل وسلم وبارك عليه قصيدة من بحر البسيط ألفه من الصلوات الحبيب فاز من حبه يسأل الله المنان أن يجيب له هذا حقير فقير ذاق مذهبه يقف بابك باكيا على ضراري اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شئت فوزا وفضلا كل محب له لزم وكسر وملي يا أخي مدحه به الرحمن فكم أعلى وأيده إني مربوط لأمر أنت تعلمه لكن مرادا لنا يمجلي القدر اللهم صل وسلم وبارك عليه والله ليس يخيب من يلوذ به يا ها والله ليس يخيب من يلوذ به يا من حواه بكل شيء من علمه واغفر ذنوبي وثبتني على حبه وبحق المصطفى والآل وسعبه طهر فؤادي من الوسواس والغدر اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن هذا ضرير باق من ذنبه يا من يجيب الدعاء بدعوته بالنور معرفة فجد على قلبه وما لي دونك رب أستعين به أصلح أموري بلا كد ولا كدر اللهم صل وسلم وبارك عليه وأسقنا مددا يا دائم المنان أخلص عنا من كل المخوف والخلل ها ولا تجعلنا من أهل السوء والفتن شوق لحبيب شفاء القلب والبدن فعافنا واشفنا به من الضرر اللهم صل وسلم وبارك عليه ولم أزل مستعينا كل أمر به فكم أسيح مثل الحمام في مسه لكي أفوز بما أريد من نحوه من حبه حاشا أن يخيب من ربه حب الحبيب لقد أحلى من السكر اللهم صل وسلم وبارك عليه لولاهما خلق الرحمن من خلقه غديت العرش والكرسي من أجله يا فوز من اختفى حقا على أتيه فكن محبا له تكون من حزبه وحزبه في دار الجنة والسرار اللهم صل وسلم وبارك عليه قد حل كرب علي بعد كرب كما ترى فكن لي معينا يا مزيل العمى لا تغزنا منك أنت أرحم الرحمة يا ربي واجعلنا بجيش الكرامة يوما ينادي المنادي فيه للمحشر اللهم صل وسلم وبارك عليه والأنبياء والجميع الرسل من جنده وشتى شمل العداء يا إلهي به أجل بالنصر يعوم كل أمتي وبحق الخلفاء كانوا من بعده أفضلهم إمام الورى أبي بكر اللهم صل وسلم وبارك عليه فقل لبيك لمن دعاك من فضله وبأسرار القرآن واشرح في صدره ثبت وقرر على اليقين من قلبه بحق من قد قام الله من بعده أعني بعون الإسلام سيدي عماري اللهم صل وسلم وبارك عليه فإنك آخر الباقي بلا عظم فجل علينا في الحال منك بالنعم فعافنا من كل أوجاع والألم بحق عثمان ذي النورين والكرم ها لقد أحيا الله بالقرآن والسور اللهم صل وسلم وبارك عليه إني شكوتك يا من لا شبيه له أني من كل المخوف أن تخلصه
أجب دعائي بجاه من توسلته بحق ليس ليوس ليس من مثله وسيفه ذو الفغار سيد حيباري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعافنا واشفنا من كل داء كما عافيت عن شيخنا البصير من سغم بالبردة الشافي لما كان قد ألهم بحق فاطمة الزهراء وابنهما فقبل توصلنا بسائر العشاري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعافنا واشفنا من كل داء كما عافيت عن شيخنا البصير من سغم بالبردة الشافي لما كان قد ألهم بحق فاطمة الزهراء وابنهما فقبل توصلنا بسائر العشاري. عثرها لا تغزنا لقبح الأجران والقدري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بحق آياتك العظمى وأنوارها إليك وارفع دعائي يا إلهي بها ولا تكلني إلى وكل أسمائك الحسنى وآثارها لا تغزنا لقبح الأجرام والقدري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهب لنا علما نافعا وعافية وعلمنا باسمك الجمال جد رحمة على الإسلام تعم كلهم سرعة فمن علينا في الحال منك مغفرة نحن كنا في دار الغرور والغبار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خالق الأرض والسماء بقدرته أجب لعبد دعاك واجبر من كسره وأنت عالم ما جرى على قلبه استغفر الله من ذنب فعلت به عمدا وساوا فكم جنيت من وزري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خالق الأرض والسماء بقدرته أجب لعبد دعاك واجبر من كسره وأنت عالم ما جرى على قلبه استغفر الله من ذنب فعلت به عمدا وساوا فكم جنيت من وزري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بحق طه وكل من أطاع به وكان حقا على ما جاء من ربه يا غافر الذنب وفر كل أمته فكم فرجت من عبد باق في أمره مثل يناديك عند بيض وبجري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن هذا محزون كان مألمه إليك في كل حال أن تفرجه عما يضيق جميعا أنت تعلمه يا من له الأمر يا من لا شريك له أجب لعبد دعاك في وقت سحاري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إني توسلت حقا من أعلى ربه ونال قربا إلى الرحمن فضله أعني بمن فادت الأحباب ما عنده بشيخ عبد السلام من بلا نره بين الخلائق مثل الشمس والقمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بحق تلميذه المنير قد طلبات كل الأخبار إليه حبا ارتحلات وعنده من جنود الله عنهما برحت بشيخ يوسف البحر من به ضربت أحباب الله ما طاب منه كالدرري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا يا الله جد جزيل الإنعام وفتحا كان يعم عاما من بعد عام على كل المسلمين بين شرق وشام بشيخنا عمدة إكرام عالي المقام علي جور العون أهل البدو والحضاري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعفو جودك جد على عبد المبتلية واحرف عنهم من كل المخوف والخللية واغفر لنا ما مضى بحق هذا الولي وأفضل العلماء أعني بحاج علي من واجهه خافت العيون بنظري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا عالم السر يا ذا الجود والكرم ونجنا من أهل النكال والنغم ها نور جناني ها وقفت بين يديك في داج ظلمي نور جناني ونفع عنهم من غمي ها ها بحق من عند ذا أعني بحاج علي من واجهه خافت العيون بنظري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من قال يا ربي يا الله يا سمدون فجد له ما نريد منك يا أحد بجاه من به فاز قوم يعتقد وعبد الله المعروف من له مداد ومات في حب الله صاحب الغرري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من قال يا ربي يا الله يا سمدون مستعينا به لما جاءني مدد يا ربي صل ها 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 من قال يا ربي يا الله يا سمدون فجد له ما نريد منك يا أحد بجاه من به فاز قوم يعتقدون وعبد الله المعروف من له مداد ومات في حب الله صاحب الغرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بجاه من نال بالرضا بجاه من نال منك بالرضا ويلي واعف عنا من كل ذنوب وزلي واسقنا من اواعي الفيض في منهلي بشيخنا عارف العلام عبد ولي
يعني من صاح العبير منه كالعتير. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من حكمه السابق من الأزل، ها من الأزل أنت القديم بالابتداء والأول. فأعطنا ما أريد من عجل بحق من عند ذا أعني بحاج عالي. رجل السلام ظهور أحكامك الأبحر. ويا من حكمه السابق من الأزل أنت القديم بالابتداء والأول. فأعطنا ما أريد من عجل بحق من عند ذا أعني بحاج علي. مجلس ذا من بعض أحكامك الأبحر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحن سألناك أن تجيب دعوتنا يا جامع الأمر يا جواد جذب الحنا. يا ربي يا مستعان كن معينا لنا بحق جامعنا المعلوم معد الغينا. من نال مرتبة من خالق البشري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحن سألناك أن تجيب دعوتنا يا جامع الأمر يا جواد جذب الحنا. يا ربي يا مستعان كن معينا لنا بحق حاج جامعنا المعلوم معد الغينا. من نال مرتبة من خالق البشري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سامع الصوت يا من جل عن صممي ونجنا من أهل النكال والنغمي. فجد جزيل العطاء على خير الأمم بحق أولاده الكرام كلهم. واكشف عنا قربة يا كاشف الضرري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سامع الصوت يا من جل عن صممي ونجنا من أهل النكال والنغمي. فجد جزيل العطاء على خير الأمم بحق أولاده الكرام كلهم. واكشف عنا قربة يا كاشف الضرري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إني ظننت لأن أكون في باطل هل كنت في جذبة الرحمن من شاغل. إليك يا رب واهدني بلا مائل بقضب عبد الرحمن ذيل الفضيل القادر العارف العلام ذي العبار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إني ظننت لأن أكون في باطل هل كنت في جذبة الرحمن من شاغل. إليك يا ربي واهدني بلا مائل بقضب عبد الرحمن ذيل الفضيل القادر العارف العلام ذي العبار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إني ميت وأنت راحم الضعفاء بهؤلاء ومن أطاعهم واختفى على آثارهم إغنياء بغلب سأفى. ها بشيسنا مقدشي معدن العرفة مجلس سلام منبع الأوها منبع الأحكام والنوري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ها بحق من قد سقيت منه فيض جرى ونوره لاح مثل الشمس والقمر. وكان عند النبي كل وقت ترى يا ربنا بشيخ القديم قطب الورى قد نال أعلى المقام غير منحسر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بحق من قد سقيت منه فيض جرى ونوره لاح مثل الشمس والقمر. وكان عند النبي كل وقت ترى يا ربنا بشيخ القديم قطب الورى قد نال أعلى المقام غير منحسر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعند هذا أرواح الأولياء حضرات في كل وقت والله عنهما برحات. فكم من أحباب الله منه قد ظفرت أعني بمن سر الله فيه اجتماعت قد اختفى عن الناس غير مستتيري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأسقنا من أنواع الفيض في بحرهم واغفر ذنوبي وسامحني بحرمتهم واستغرقا بالنفس في محبتهم. ألهمتني بالدعاء يا رب فاقبل بهم. آمين. توصلي بجاه سادات الغرري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأسقنا مددا يا دائم المنن. ها وأسقنا من أنواع الفيض في بحرهم واغفر ذنوبي وسامحني بحرمتهم. آمين. واستغرقا بنفسي في محبتهم. آمين. ألهمتني بالدعاء يا ربي فاقبل بهم. آمين. توصلي بجاه سادات الغرري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبأهل الفضل قد فازوا إلى ربهم يا صاحي كن مستعينا كل أمر بهم. تنالوا بالوصل والأسرار من ذكرهم بسائر الأولياء في الكون أجمعهم. فسلمنا من سوء القضاء والقدر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وافتح لنا من أنواع الرزق والرغبية ونجنا من أهل الفساد والحسدية وثبتنا على دين الحق في الأبد. آمين. تمت بحمد الإله واحد السماء منظومة لعبد الحقير ذي الخسار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وافتح لنا من أنواع الرزق والرغبية ونجنا من أهل الفساد والحسدية وثبتنا على الدين الحق في الأبد. آمين. تمت بحمد الإله واحد السماء منظومة لعبد الحقير ذي الخسار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بحق منظومة التي خمست بها أحسن ختاما
منع بالنفس يوما تاخذها أمين. اني سالتك ان ترضى وترحمها أمين. في ليله من ليال رمضان لها نور ومشك وطيب فاحت العنبري اللهم صل وسلم وبارك عليك اليك يا ربي اني قد مددتها اليك يا ربي اني قد مددت يدي احيي فؤادي من الانوار والمدد ونشت في كل داء حل في كبري بها نفوزها يوم مخوها إليك يا ربي إني قد مددت يدي أحيي فؤادي من الأنوار والمدد ونشت فيها ونشت في حال الداي في كبدي ها ها إني مربوط لأمر أنت تعلمه مكن مراد لنا يمج لي الغداري اللهم صل وسلم صلاة يغضى بها صلاة يغضى بها الرحمن حاجاتنا نحظى شفاعة من إلى مولاه دنا بها نفوز من الوسال والاعتناء ثم الصلاة على المختار سيدنا والسحب والآل والسحب والآل بالعشي والبكوري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة يحظى بها الرحمن صلاة يغضى بها الرحمن حاجاتنا نحظى شفاعة من إلى مولاه دنا بها نفوز من الوصال والاعتناء ثم الصلاة على المختار سيدنا والسحب والآل بالعشي والبكوري اللهم صل وسلم وبارك صلاة يقضى بها الرحمن حاجاتنا نحظى شفاعة من إلى مولاه دنا بها نفوز من الوصال والاعتناء ثم الصلاة على المختار سيدنا والسحب والآل بالعشي والبكوري اللهم صل وسلم وبارك صلاة يقضى بها الرحمن حاجاتنا نحظى شفاعة من إلى مولاه دنا بها نفوز من الوصال والاعتناء ثم الصلاة على المختار سيدنا والسحب والآل بالعشي والبكوري اللهم صل وسلم وبارك عليه بحق هذه قد رجوت بالنظرية من نحو خير الأنام نال من مفخرية وأن تكون لي خير زاد في السفرية سميتها صفوة القلوب من كدر اغفر بها ذلتي غافر العفاري اللهم صل وسلم وبارك عليه بحق هذه قد رجوت بالنظرية من نحو خير الأنام نال من مفخرية وأن تكون لي خير زاد في السفرية سميتها صفوة القلوب من كدر اغفر بها ذلتي غافر العفاري اللهم صل وسلم وبارك عليه بحق هذه قد رجوت بالنظرية من نحو خير الأنام نال من مفخرية وأن تكون لي خير زاد في السفرية سميتها صفوة القلوب من كدر اغفر بها ذلتي غافر العفاري اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 يا خالق البشر صل وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك الله 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 يا خالق البشر صل وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك الله 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 يا خالق البشر صل وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك وسلم على المختار من مباري اللهم صل وسلم وبارك 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 محمد سيد الكونين والثقلين اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيزا ما عنتم عليه حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل يا ربي ضعف ما ذكرت به اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم ابلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بمحمد نرجوك عفوا فاكتب لنا خير في الديوان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بمحمد نرجوك عفوا فاكتب لنا خير في الديوان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا بشر القران فسلمنا من سوء الزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا بشر القران فسلمنا من سوء الزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا بشر القران فسلمنا من سوء الزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بمحمد نرجوك عفوا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بمحمد نرجوك عفوا فاكتب لنا خير في الديوان اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 وشرف وكرم و